وأيضا في الإطار نفسه قامت تيدروس أدانوموم الذي تولى حاليا منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وهو أول مدير للمنظمة من أفريقيا، وشاركت منظمته في هذه الدورة من قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى. قال تيدروس إن كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة أعجبته كثيرا، مشيرا إلى أن الصين شريكا هاما لأفريقيا، وهي حاليا تساعد أفريقيا على تحقيق التصنيع وخلق فرص عمل، وتساهم أيضا في مجال الصحة العالمية. أعرب الرئيس شي عن نيته المخلصة لدفع مشاركة الصين في الشؤون الدولية، لا سيما أعمال الصحة، كما وقعت الصين مع منظمة الصحة العالمية مذكرة بشأن مبادرة الحزام والطريق التي أعتقد أنها ستأتي بمساهمة كبيرة للعالم. لذا أرغب في تحقيق هدف المذكرة مع الصين جنبا إلى جنب. وأضاف تيدروس أن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية الأفريقية ستساهم في أعمال الصحة العامة العالمية أيضا. استثمار الصين في السكك الحديدية والطرق العامة والوقود مهم للغاية، لأن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في تطوير الصناعة ويجعل اقتصاد البلد أكثر تنافسا، ويعد ذلك وسيلة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية الإفريقية ولإيجاد، وكل ذلك سيؤثر على الصحة العامة. يعتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن النمو الشامل الذي أطلقته الصين سيساعد في استقرار والتنمية السلمية في المنطقة. هذا مهم جدا، إذا كان النمو مقتصرا فسيأتي بمشاكل، لذلك النمو الشامل له أهمية كبيرة، ليس بين المناطق فحسب بل بين البلدان وداخل النطاق العالمي أيضا. إذا كانت الفوائد غير متبادلة فمن الصعب تحقيق التعايش السلمي.